التجربة المصرية أثناء جائحة كورونا التي جاءت مفاجئة وصادمة للجميع، تعاملت معها الدولة المصرية بمنتهى المرونة. على ذلك سيكون موضوع نقاشي الآن مع ضيفنا على الهواء سيادة النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. معالي النائب، يعني رغم أن الجائحة جاءت صادمة للجميع، إلا أن الدولة المصرية قررت أن تتحمل كامل الأعباء الاجتماعية تجاه شعبها، مشروعات قومية لا تتوقف، مشروعات اجتماعية أيضا لا تتوقف، حماية اجتماعية للناس لم تتوقف طوال الجائحة، ربما زادت في بعض المناحي، وهذا هو النموذج المصري الذي نقدمه للعالم. لو قارناه بدول أخرى ربما تخلت عن بعض الأعباء أو بعض المسؤوليات الملقاة عليها تجاه شعبها، نجد الدولة المصرية خالفت ذلك التوقع بشكل كبير. كيف أهمية عرض هذه التجربة تحديدا، هذه الصورة تحديدا على شباب العالم؟ طب عاوز اقول لحضرتك طبعا خالص تحياتي لحضرتك من شرم الشيخ. يمكن احنا كنا موجودين قبل افتتاح المنتدى بتاع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتدى. انت عارف طبعا ان سبق المنتدى على مدار 48 ساعه ورش عمل كانت مهمه جدا، واتعرضت التوصيات على سياده الرئيس. كانت هذه الورش في غايه الاهميه، يمكن انا حضرت وشفت القبول الكبير منقطع النظير من الدول، من عدد من الدول المشاركه في جلسات. يعني خلينا نقول كانت البدايه هي طبعا زي ما حضرتك قلت رغم جائحه كورونا المنتشره في العالم، لكن طبعا هناك عمل على قدم وساق، مش هنقول طوال مثلا ساعات معينه، لا طوال 24 ساعه عمل مستمر في الكره المصريه. وهنا نتحدث عن مبادره حياه كريمه، المبادره التي لم تراها ولم تتخيلها ولم تتوقعها الدولة المصرية، مش بنبالغ لما نقول من عشرات السنوات، لا من مئات السنوات. هذه المبادرة التي ستحول الكرة إلى منطقة تانية خالص، خلاص أنت بتتحدث في كافة البنية التحتية، أنت بتخش في القرية، مش القرية بس عشان نوضح، لا ده توابعها كمان، العزب والنجوع، أهالينا وإحنا النواب على فكرة، يعني أنا يعني عندي مثلا 53 قرية و300 عزبة، 300 عزبة مثلا أنت بتتحدث في إن من عشرات السنوات وأكثر من ذلك ما فيش لا صرف صحي ولا في ميه ولا في طبيعه حال، طالما ما فيش صرف صحي مش هتلاقي غاز، انما انت النهارده بتنزل تشتغل في القرى وتوابعها. قد ايه التجربه دي، عشان كده انا يمكن شرحت التفاصيل، قد ايه التجربه دي نالت اعجاب الدول المشاركه. يمكن في هذه الجلسه كان حاضر عدد كبير من الدول. عاوز بس اقول لحضرتك حاجه، لان انا حضرت الجلسه دي النهارده اللي هي جلسه المناخ واللي تحدث فيها سياده الرئيس، ويمكن دولة رئيس الوزراء عمل برزنتيشن رائع النهاردة تحدث فيه عن تأثير المناخ في العالم، ويمكن خاصة طبعا الدولة المصرية ومدى تأثيرها. وقعدنا واستمعنا، شوف سيادة الرئيس قال إيه النهاردة يا فندم. السيد الرئيس عندما تحدث عن تغيير المناخ وأثره على العالم وأثره على الدولة المصرية على وجه الخصوص، ولكن شوف رسائل الإطمئنان اللي طلعت من سيادة الرئيس، قال إحنا عاملين اعتباراتنا وحساباتنا مع تغيير المناخ، وتحدث مثلا على سبيل المثال في موضوع الحفاظ على المياه في اكبر مشروع لتبطين الترع والمصارف المصريه. عاوز اقول لحضرتك الحضور من كافه الدول النهارده، ال 196 دوله المشاركين واللي كانوا حاضرين الندوه دي، ما كانش يعني في مكان كل الدول حضرت النهارده، وكل المشاركين من الشباب من هذه الدول حضروا واستمعوا النهارده لكلام السيد رئيس الجمهوريه، يمكن صفقوا بشكل كبير جدا، لان كان بيتحدث بوضوح شديد عن مواجهه وتاثير المناخ. عاوز اقول لحضرتك ايضا تجربه الدوله المصريه في منظومه التحول الرقمي، انت حضرتك تحدثت في البدايه عن ان تاثير كورونا في العالم، ولكن وهذه نقطه مهمه معالي النائب كنت ساطرحها على حضرتك، ونحن نؤسس او نعيد تاسيس الدوله المصريه ونحن نطور القرى بشكل كبير، نحن ننظر للمستقبل. ما عرض ايضا في هذا المنتدى هو نظره كبيره للمستقبل، واتاحه لعرض امكانيات الدوله المصريه في التفكير في المستقبل من خلال منظومات الذكاء الاصطناعي التي عرضت في هذا المؤتمر، ونحن نفكر ايضا في الشباب ونتيح للشباب فرصه الدراسه او دراسه هذا المجال تحديدا، هو مجال المستقبل. فاذا هي عمليه متكامله تحدث الان في مصر في كل اطياف العمل، سواء عمل تنموي او عمل عقلي مستقبلي. صحيح صحيح. عاوز اقول لحضرتك ان يمكن انا بقى يعني في قطاع الاتصالات من فتره، والحمد لله دلوقتي رئيس الاتصالات، فموجود مع
مع القطاع التنفيذي بالكامل، بشوف ايه اللي بيتم، بشوف ايه اللي بيتعمل. يمكن مبادره حياه كريمه وفرت علينا كتير جدا. انت كنت كلجنه اتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان المصري بتطلع توصيات والشركه المنفذه لا النهارده مبادره حياه كريمه خلاص انت بتنزل على المنطقه او القريه او العزبه او المجع اللي انت بتنزل بتنفذ فيه بعد انتهاء الصرف الصحي وبعد انتهاء الغاز وبعد انتهاء كافه البنيه التحتيه بتخش بتوصل الفايبر. ايه الفايبر؟ اللي هي الالياف الضوئيه دي الكابلات بقى اللي هتحسن خدمات الانترنت. ليه؟ لان انت داخل على منظومه التحول الرقمي اللي دائما وابدا القياده السياسيه تضعها في مقدمه اهتماماتها. احنا مشينا بسرعه ما شاء الله خلال يمكن الفتره اللي فاتت. النهارده العمل هخص شويه منظومه التحول الرقمي لان منظومه التحول الرقمي هتتحسن او هتبقى عندك منظومه رائعه ومنظومه كويسه بالبنيه التحتيه. النهارده انت عندك بنيه تحتيه يعني انت محافظات القناه خلاص تم الانتهاء بنسبه 100%. النهارده انت وصلت لنسبه 70% في الدلتا. النهارده في الصعيد وصلت لاكثر من 65%. حضرتك اهالينا بيشوفوا الحفره على قدم وساق موجود لتوصيل الفايبر في كافه المناطق. النهارده عندنا ويمكن ده تم الاعلان عنه منذ ايام انت بتتكلم فيه وده كان توجه السيد الرئيس الحقيقه بان كل المناطق تغطى وتبقى في شبكات تقويه. النهارده انت بتتكلم هيتم تركيب خلال المرحله المقبله 2200 برج لتقويه الشبكات في مناطق مصر المختلفه وده هيمشي بالتوالي عشان تغطيه جميع ده. ايضا هتحدث عن كافة الطرق الجديدة وشبكة الطرق والمحاور الجديدة التي لم تراها الدولة المصرية الحقيقة في كل أنحاء مصر. أيضا السيد الرئيس وجه بتزويدها بشبكات حتى يكون هناك خدمات التكنولوجيا موجودة على هذه الطرق وده أيضا تم عرضه في ورشة العمل الخاصة بالتطور. بنية تحتية كثيرة مستقبلية نراها في كل المجالات خاصة في مجال الاتصالات معالي النائب، وهذا مجال مهم جدا لأنه يمس بالتأكيد شكل كبير ومنحة كبير من مناحي المستقبل. بشكرك معالي النائب أحمد بدوي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إذا هي كلها يعني قطع صغيرة تؤدي إلى الصورة الكبيرة، قوة مصر الناعمة التي تقدمها مصر للعالم من خلال شباب العالم.